دلوقتي ان شاء الله هنبتدي ناخد بقية كاليبرين. يبقى احنا دلوقتي ان شاء الله هنبتدي ناخد بقية كاليبرين. طيب بيقول لي ايه؟ او هناخد بقية شابتر 2. يبقى احنا دلوقتي ان شاء الله هناخد بقية شابتر 2. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي thus Calibrum equation can be applied for all the phase transformation. هل معادلة كاليبرون أقدر أطبقها على جميع تغيرات المادة ولا لأ؟ يعني إيه phase transformation؟ phase transformation يعني أنا أحول المادة مثلا من solid لليكويد، أو من ليكويد لجاز، أو من solid لجاز، أو من جاز لسوليد، أو من solid لليكويد، والكلام ده كله. بيقول لي هل أقدر أطبق معادلة كاليبرون على جميع تغيرات المادة ولا لأ؟ طيب مين اللي هيعرفني الكلام ده؟ بيقول لي إيه؟ بيقول لي F dB على dT equal positive. هنا كانت معادلة كاليبرون يا باشمهندسين فاكرين كان بدايتها إيه؟ كان بيقول لي إيه؟ إن ال dB على dT ايكوال ايه يا باشمهندسين؟ ردوا ال على تي دي ال على تي في دلتا في. طيب فاكرين ايه هي الدي بي على الدي تي؟ فاكرين اللي هي التشنج اوف فيبر بريشر ويز مين ويز تمبريتشر. طيب ايه هي ال ال فاكرين ايه هي ال ال تمام اللي هي الليتنت هيت. تمام طب ايه هي التي؟ هي التمبريتشر. طيب ايه هي الدلتا في؟ فاكرين ايه هي الدلتا في؟ هي اللي تشينج ان مين ان فوليوم. طيب تعالوا كده نركز مع بعض باشمهندسين. هو المفروض كل ما درجه الحراره تزيد الضغط يحصل له ايه بتاع الغاز؟ يزيد. مش كل ما درجة الحرارة بتزيد كل ما كمية الفيبر اللي طالعة بتزيد، فكمية الجاز هتزيد، فبالتالي الضغط هيحصل له ايه؟ هيزيد. فالمفروض العلاقة ما بين ال dB على ال dT او العلاقة ما بين البريشر والتمبريتشر تكون علاقة ايه؟ كل ما التمبريتشر تزيد كل ما الضغط بتاع الجاز هيزيد. يبقى المفروض العلاقة ايه؟ نرد دايركتلي. تمام فبيقول لي ان اف الدي بي على الدي تي طلعت بوزيتيف وهو ده المنطقي. بيقول لي ايه؟ وي كان ابلاي كاليبرون ايكويشن، اقدر اطبق معادله كاليبرون. طيب بيقول لي اف الدي بي على الدي تي طلعت بالنيجاتيف، بيقول لي ايه؟ وي كانت apply equilibrium equation، مش هقدر اطبق معادله مين؟ كاليبرون. يبقى ليه اقدر اطبق معادله كاليبرون لو الدي بي على الدي تي طلع بالبوزيتيف؟ لان انا دلوقتي اقدر اطبق معادله كاليبرون ليه؟ لان هو ده المفروض اللي يحصل. المفروض ان العلاقه ما بين ان كل ما درجه الحراره تزيد البريشر او كميه الفيبر هتزيد، فبالتالي الضغط بتاعه هيزيد، فالمفروض ان العلاقه طرديه. فلو الدي بي على الدي تي طلع بالبوزيتيف وهو ده الصح، يبقى اقول وي كان ابلاي كاليبرون ايكويشن. انما لو الدي بي على دي تي طلع بالنيجاتيف هقول له وي كانت ابلاي كاليبرون ايكويشن. طيب اعرف منين بقى ان الدي بي على دي تي هتطلع بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف ولا لا؟ لو احنا عرفنا الحته دي يبقى احنا هنحل اي سؤال هيجي لنا في الكلام ده. باشمهندسين عايزين نكتب نوتس كده صغيره اهي نوتس. دلوقتي لو انا بحول الماده بتاعتي من سوليد لليكويد لجاز، تمام؟ لو انا بحول الماده بتاعتي من سوليد لليكويد لجاز، تعال نركز. وانا ماشي كده يا باشمهندسين حد يقدر يقول لي انا محتاج طاقه ولا بفقد طاقه؟ يعني انا محتاج انرجي ولا بفقد انرجي؟ محتاج انرجي عشان احول الماده من سوليد لليكويد لجاز. محتاج ولا بفقد انرجي؟ بتفقد.
نعم، اللي قال بفقد، بتفقد ازاي؟ مين اللي قال بفقد؟ انا يا دكتور. طيب ليه بتفقد؟ انت دلوقتي عندك حتة تلج عايز تحولها لمية، وبعد كده عايز تخلي المية ده بخار، يبقى انت بتفقد ولا بتكتسب انرجي؟ باشمهندسين، هو انتوا مالكوا نايمين كده ليه النهاردة؟ ما الناس ترد. بجين انرجي. بتجين انرجي. طيب يبقى ال L بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يبقى ال L بوزيتيف. طيب وانا ماشي كده الفوليوم بيزيد ولا الفوليوم بيقل؟ الفوليوم بيزيد ولا الفوليوم بيقل؟ بيزيد بيزيد. الفوليوم بيزيد. تمام، يبقى الدلتا في هتبقى بالبوزيتيف. ليه؟ لان في حجم الغاز اكبر بكتير جدا من حجم الليكويد، اكبر بكتير جدا من حجم السوليد. زي دلوقتي زي ما قلت، لو انا عندي كوبايه ميه وبخرتها، البخار ده هياخد حجم مين؟ هياخد حجم الاوضه كله. فدايما حجم السوليد اصغر من حجم الليكويد، اصغر من حجم الغاز. ليه؟ لان الاتراكشن فورس في الغاز قليله جدا، الاتراكشن فورس في الغازات قليله جدا، فبالتالي بيبقى ليها هاي، فبالتالي بيبقى ليها، فالموليكولز بتبقى بعيده عن بعضها، فبالتالي بيبقى ليها فوليوم كبير. طيب لو انا ماشي العكس كده، يبقى انا هفقد انرجي ولا هكتسب انرجي من جاز لليكويد لسوليد؟ نرد، أفضل يا دكتور. بفقد انرجي، يبقى ال L بالنيجاتيف. طيب لو انا ماشي كده، الفوليوم بيزيد ولا بيقل؟ ماله؟ بيقل. تمام، فالدلتا في بتبقى بالنيجاتيف. يبقى هنا لو انا ماشي من سوليد لليكويد لجاز، ال بوزيتيف والدلتا دي دلتا في بوزيتيف. طب لو انا ماشي من جاز لليكويد لسوليد، ال ال بالنيجاتيف والدلتا في بالنيجاتيف. تعال نطبق الكلام ده على اول حاله عندنا. ايه اول حاله عندنا؟ لو انا بحول الماده بتاعتي من ليكويد لجاز او العكس. لو انا بحول الماده بتاعتي من ليكويد لجاز او العكس. طيب طيب باشمهندسين، لو انا بحول الماده بتاعتي من ليكويد لجاز اهو، او بحول الماده بتاعتي من جاز لليكويد، عايز اشوف هل اقدر اطبق معادله كاليبرون ولا لا. طيب بالنسبة من ليكويد لجاز، العملية دي اسمها ايه يا باشمهندسين؟ من ليكويد لجاز العملية دي اسمها ايه؟ Evaporation. تبخير. طيب فالال هنا هسميها latent heat of evaporation. طيب عملية من جاز لليكويد العملية دي اسمها ايه؟ يبقى دي تبخير. العملية دي اسمها ايه من جاز لليكويد؟ condensation. اسمها condensation، تكثيف. تمام، condensation تكثيف. يبقى ال L هنا هسميها ايه؟ هسميها latent heat of condensation. يبقى هنا هسميها ايه؟ latent heat of condensation. طيب باشمهندسين، ال L هنا من ليكويد لجاز اتفقنا، وانا ماشي في الاتجاه ده اللي هو من ليكويد لجاز، ال L positive ولا negative؟ انا محتاج انرجي ولا بفقد انرجي؟ ال L بوست. تمام، يبقى ال L بوست. طيب هنا برضو ال L بوست، سوري، من جاز لليكويد ال L هتبقى ايه؟ نيجاتيف. طيب حد يقدر يقول لي التي هنا هتبقى ايه من ليكويد لجاز؟ التي هتبقى ايه، بوستيف ولا نيجاتيف؟ بوستيف. والهنا التي بوستيف، على الرغم ان انا ببرد. دايما التمبريتشر بوزيتيف، دايما التمبريتشر بوزيتيف. حد يقدر يقول لي ليه دايما التمبريتشر بوزيتيف؟ لان انا دايما بشغال بالديجري كلفن، فعشان تبقى بالماينس في الديجري كلفن لازم اجمع عليها، لازم تبقى كام؟ تحت الماينس 273 درجه، وده طبعا ماله مش منطقي. يبقى دايما التمبريتشر بتبقى بمين يا باشمهندسين؟ نرد، دايما التمبريتشر بتبقى ايه؟ بالبوزيتيف. ليه؟ لان انا دايما بشتغل بالديجري كلفن. خلاص، يعني انت لو عندك ماينس 200 درجه، لو انت عندك ماينس 200 درجه سيليزيوس،
لو جيت جمعت عليها 273 هتبقى بوزيتيف 73 درجة كلفن خلاص، وانا طبعا مش هوصل لماينس 200 درجة، فدايما التمبريتشر هتبقى بايه؟ دايما التمبريتشر عندي هتبقى بالبوزيتيف. طيب الدلتا في الحجم كده بيزيد ولا بيقل يا باشمهندسين من ليكويد لجاز؟ حجم مين اكبر؟ بيزيد بيزيد، حجم الجاز اكبر، يبقى ده بوزيتيف، انما هنا الدلتا في هتبقى ايه؟ هتبقى نيجاتيف لان الحجم بيقل. طيب تعال نطبق دي بي على دي تي ايكوال ال على تي في دلتا في، وهنا دي بي على دي تي ايكوال ال على تي في دلتا في. طيب هنا ال اشارتها ايه يا باشمهندسين؟ ال بوزيتيف والتي بوزيتيف والدلتا في بوزيتيف، يبقى الدي بي على الدي تي هتطلع بايه؟ بالبوزيتيف. طب يبقى وي كان ابلاي كليبرون ايكويشن ولا وي كانت ابلاي كليبرون ايكويشن؟ وي كان ابلاي كليبرون ايكويشن. طيب هنا ال ال بالنيجاتيف والتي بالبوزيتيف والدلتا في بالنيجاتيف، بوزيتيف في نيجاتيف بنيجاتيف، نيجاتيف على نيجاتيف هتطلع بايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف صح. يبقى هنا نستنتج من هنا ايه؟ ان وي كان ابلاي كاليبريون ايكويشن، يبقى احنا نقدر نستنتج من هنا ان احنا وي كان ابلاي مين؟ وي كان ابلاي كاليبريون ايكويشن. طيب بالنسبه للحاله الثانيه، يبقى من سوليد لليكويد او من سوري من ليكويد لجاز او من جاز لليكويد، اقدر اطبق معادله مين؟ اقدر اطبق معادله كاليبريون. طيب تعالى نعمل الحالة اللي بعدها، لو أنا بشتغل من solid لليكويد، خلاص؟ لو أنا بشتغل من مين؟ دكتور أنا عندي سؤال، عندي سؤال في الجزئية اللي فاتت. اتفضلي. هو ليه دايماً temperature positive؟ ما أنا ممكن مثلاً temperature تبقى negative 400 أو negative 500، فلما أزود عليها. هل أنت منطقي أن أنت توصلي لماينس 273 درجة؟ دي محدش وصل لها. تمام. تقصد يعني اصلا نيجاتيف بالظبط، يعني مفيش حد بيوصل لنيجاتيف 500، مفيش حد بيوصل لنيجاتيف 273 درجه. تمام. فدايما التمبريتشر تبقى تفضل يعني ليكويد. هي فين بالظبط؟ ما انا مش فاهم قصد حضرتك، يعني ليه مستحيل يعني اوصل لنيجاتيف؟ طيب انت دلوقتي عند الزيرو كلفن اللي هي ماينس 273 ديجري سيلسيوس، هل حد وصل لدرجه الحراره دي؟ هل احنا قدرنا نوصل لماينس 273 درجه؟ درجه الحراره دي ما حدش وصل لها خالص، ماينس 273 درجه دي، فانت بتتكلمي على حاجه مش هتحصل اصلا. ما انا ممكن اوصلها في الفاكتورز عادي. في ايه؟ في مصانع يعني. لا مصانع. مين اللي قال درجة الحرارة دي؟ لا لا، درجة الحرارة دي ما بوصلهاش خالص، اللي هي زيرو كلفن اللي هي ماينس 273 درجة سليزيس، درجة الحرارة دي احنا ما بنوصلهاش خالص. اوكي دكتور، هو مش درجة الحرارة دي عندها الحجم يا معلم؟ سوري يا باشمهندسين، باشمهندسة معايا؟ أيوة يا دكتور مع حضرتك. طيب إحنا كنا بنقول ماينس 273 دي درجة، دي أصلا إحنا مستحيل نوصل لها، يعني درجة الحرارة دي إحنا مستحيل نوصل لها، اللي هي الزيرو ديجري كلفن اللي هي ماينس 273 درجة سليزيس، دي إحنا مستحيل نوصل لها. تمام؟ تمام يا دكتور. معايا ولا لا؟ تمام. طيب اعملي بقى انت يلا معايا، دي اسمك ايه؟ اسمي مريم حاتم. يلا يا مريم اعملي معايا دي. لو انا دلوقتي عايز احول الماده من سوليد لليكويد، العمليه دي بسميها ايه يا مريم؟ من سوليد لليكويد العمليه دي بسميها ايه؟ ثانيه واحده يا دكتور.
اوكي ايوه حضرتك ميلتنج اسمها ميلتنج تمام اسمها ميلتنج انصهار او فيوجن تمام فالال هنا سماها ليتنت هيت اوف ايه يا مريم ليتنت هيت اوف ميلتنج اللي هي اسم العمليه بتاعتي طيب من عمليه من ليكويد لسوليد اسمها ايه يا مريم فريزنج تمام تجمد اسمها فريزنج خلاص من ليكويد لسوليد اسمها فريزنج تجمد يبقى ال هنا سميها ايه يا مريم ليتنت هيت اوف مين اوف فريزنج اوف فريزنج طيب مريم دلوقتي لو انا ماشي من سوليد لليكويد انا محتاج انرجي ولا بفقد انرجي قلت دايما وانا ماشي في الاتجاه ده انا بفقد انرجي من سوليد لليكويد سوليد عندي حاجه سوليد حولتيها حاجه ليكويد بفقد انرجي طيب لو انت مثلا عندك لو انت عندك تلج عايز تسيح ده كده بتفقدي انرجي انت عندك حته تلجيه وعايزه تسيحيها عندك حاجه جامده وعايزه تسيحيها فانت محتاجه انرجي ولا بتفقدي انرجي لا انا كده محتاجه انرجي بس انا كده كده محتاج انرجي فالال بالبوزيتيف ثانيه واحده مش هنسين طيب باشمهندسة دلوقتي لو انا بحول المادة من سوليد لليكويد اتفقنا ده كده انا عندك مادة صلبة عايز احولها لمادة سائلة ده معناه ايه ده معناه عايزة ان انا تسيح بجين حاجة بتجاني انرجي يعني ال بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف خلاص يبقى بصي طول ما انا ماشي في الاتجاه ده اللي هو من سوليد لليكويد لجاز كده على طول ال L بوزيتيف والدلتا V بوزيتيف خلاص يبقى كده بوزيتيف العكس بالنيجاتيف خلاص تمام فاهمة يا باشمهندسة ولا لأ فاهمة مريم؟ أيوة فاهمة حضرتك طيب ده أنا بس كده ال حاسة L confusion confusion عشان أنا تخيلت دلوقتي في السؤال ده المولكيولز قريبة من بعضها ف يعني اتلخبطت هو المفروض عشان أكسر أو أبعدهم عن بعض محتاجة energy مش أفقد بالظبط energy بالظبط فهمت تمام فاهم بالظبط هنا ال L بالبوزيتيف طب هنا في الفريزنج هتبقى العكس ال L هتبقى بمين بالنيجاتيف طب احنا اتفقنا T هتبقى دايما بإيه يا مريم positive ليه علشان مش بنوصل للتمبريتشر بالنيجاتيف لأن هي بالظبط بنشتغل بالكلفن يعني لان احنا بنشتغل بالكلفن تمام طيب الدلتا V الحجم كده بيزيد ولا بيقل يا مريم من سوليد لليكويد من solid لليكويد positive بوزيتيف تمام يبقى طول ما انا ماشي من سوليد لليكويد لجاز ال L بوزيتيف والتي بوزيتيف والدلتا في بوزيتيف طب هنا الدلتا في هتبقى العكس نيجاتيف طيب تعالي كده نطبق دي بي على دي تي يا مريم دي بي على دي تي تطلع ال على تي في دلتا في صح فكده هتطلع بمين هتطلع بالبوزيتيف طب هنا دي بي على دي تي هتطلع بايه ال L بالنيجاتيف والتي بالبوزيتيف والدلتا في بالنيجاتيف فكده هتطلع بايه يا مريم positive. هتطلع بالبوزيتيف يبقى we can apply Clebron equation ولا we can't apply Clebron equation we can يبقى we can apply Clebron equation خلاص طيب يبقى انا كده اقدر اطبق معادله كليبرون لو انا بحول الماده من ليكويد لجاز او بحول الماده بتاعتي من جاز لمين من سوليد لليكويد او من ليكويد لسوليد طيب عايز حد يعمل لي دي
فين فريدة وليد؟ فريدة ايوه ده فريدة، عايز حد يعمل لي لو انا بحول المادة بتاعتي من سوليد لجاز او العكس. تمام، عايز حد يعمل لي دي لو انا بحول المادة بتاعتي من سوليد لجاز او العكس. تمام طيب يلا، من سوليد لجاز اسمها ايه يا فريدة؟ سوبليميشن. تمام، من سوليد لجاز اسمها عملية التسامي، ان المادة تتحول من سوليد لجاز مباشرة. زي مين؟ زي النفتالين. مش ساعات ساعات زمان لما كانوا بييجوا يخزنوا الهدوم مثلا او بيخزنوا حاجة بيحطوا فيها ايه؟ نفتالين. ليه؟ علشان بقى يعني بيمنع حاجات معينة. تمام، فدلوقتي هل انت لما بتيجي تشوف النفتالين ده بتيجي تلاقيه سايح ولا بتيجي تشم ريحته بس؟ يعني انت حاطه سوليد بتيجي بعد كده تشم ريحته ولا بتلاقيه سايح في قلب اللبس او في قلب اي حاجه انت مخزنها؟ بشم ريحته بس. بتشم ريحته بس، فده معناه ان هو بيتحول من سوليد لجاز مباشره. خلاص، يبقى من سوليد لجاز مباشره العمليه دي بسميها ايه؟ بسميها سبليميشن. تمام، سبليميشن. طيب من جاز لسوليد العمليه دي هسميها ايه؟ دي سبليميشن. لا، هسميها دي بوزيشن اللي هي ترصيب. خلاص، يبقى دي اسمها كوندنسي سبليميشن، انما دي اسمها دي بوزيشن. يبقى ال اللي هنا هيبقى اسمها ايه يا فريده؟ ليتنت هيت اوف سبليميشن. ليتنت هيت اوف سبليميشن. طب هنا ال اللي هيبقى اسمها ايه؟ ليتنت هيت اوف ديبوزيشن. ليتنت هيت اوف ديبوزيشن، اسمها latent heat of deposition. طيب ال L هنا positive ولا negative؟ positive. positive. طيب وال L هنا negative. negative. طيب ال T positive في الاثنين. ال T positive في الاثنين. طب ال delta V positive، هنا positive وهنا negative. هنا negative. طيب يبقى هنا ال دي بي على الدي تي هتطلع بايه؟ بوزيتيف. تطلع بوزيتيف على بوزيتيف في بوزيتيف، فدي هتطلع ببوزيتيف. طيب هنا ال دي بي على الدي تي هتطلع بايه؟ بوزيتيف برضه. تمام، هتطلع نيجاتيف على بوزيتيف في نيجاتيف، فدي هتطلع بايه؟ هتطلع ببوزيتيف. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى وي كان ابلاي كليبرون ايكويشن ولا وي كانت ابلاي كليبرون ايكويشن؟ وي كان. وي كان apply Calabrian equation. طيب نقدر نستنتج بقى من هنا ايه يا باشمهندسين؟ نقدر نستنتج من هنا ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ يعني تستنتجوا ايه بقى من الكلام ده؟ نقدر ان احنا ممكن نطبق Calabrian equation في اي phase و بالظبط. اقدر اطبق من هنا او اقدر استنتج من هنا اذا we can، يبقى اقدر استنتج من هنا ايه؟ اذا we can apply Calabrian equation for all phase transformation. تمام، except مين؟ ما عدا مين؟ حد يقدر يقول لي؟ اقدر اطبق معادلة Calabrian على جميع تغيرات المادة except ما عدا ما عدا مين؟ ما عدا الووتر ايس سيستم. ما عدا مين؟ ما عدا الووتر ايس سيستم. ليه؟ تعال نشوف باشمهندسين، هنكتب نوتس كده صغيره اهي نوت. دلوقتي هو حجم مين اكبر؟ السوليد ولا الليكويد؟ الليكويد. الليكويد يعني حجم السوليد اصغر من حجم الليكويد، صح؟ اكسبت الووتر، ما عدا الميه. ما عدا الميه، هو دلوقتي لما انت بتيجي تحط ازازه ميه في الفريزر مثلا بتعمل ايه؟ مش بتسيب يعني تسيب شويه في الازازه ناقصين
لو انت حطت ازازه ازاز مثلا ومليتها على الاخر وسبتها في الفريزر، ايه اللي بيحصل؟ بتنفجر، صح؟ ليه؟ لان حجم السوليد اكبر من حجم مين؟ الليكويد. لو انت مثلا سايب ازازه وسايب الغطاء بتاعها مفتوح، بتلاقي ايه؟ بتلاقي الميه طلعت من بره الازازه او التلج طلع من بره الازازه. ليه؟ لان حجم السوليد او حجم الايس هيبقى اكبر من حجم مين؟ اكبر من حجم الميه. يبقى في جميع الحالات حجم السوليد اصغر من حجم الليكويد الا في حاله مين؟ نرد الووتر. لا الووتر، خلاص، الا في حاله الووتر. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ايه السبب؟ حد عنده مشكله؟ بسال حضرتك كده اكتر، هو ايه السبب؟ السبب ان في هيدروجين بوند، ففي الانجل، الانجل اللي موجوده في الهيدروجين بوند انت بيبقى عندك HOH، بس ده طبعا مش عليكم، تمام؟ مع اختلاف درجه الحراره الانجل دي، تمام، بتزيد. فالانجل دي لما بتزيد الفوليوم هيحصل له ايه؟ هيزيد. هيزيد، شكرا. تمام. طيب حد عنده كده مشكله في الكلام ده يا باشمهندسين؟ يبقى هنا دلوقتي حجم الووتر او حجم السوليد اصغر من حجم الليكويد الا في حاله الميه، حجم الايس بيبقى اكبر من حجم الووتر. طيب باشمهندسين، فتعالوا كده مره نعملها من ايس لووتر. من ايس لووتر. طيب تعالى نعملها كده من ايس لووتر. طيب فتعالى نعملها مره من ايس لووتر. وتعالى نعملها من ووتر لايس. طب من ايس لووتر العمليه دي هيبقى اسمها ايه يا باشمهندسين؟ ميلتنج برضو. ميلتنج برضو، انصهار. انا عندي تلج عايز احوله لميه، ميلتنج، انصهار او فيوجن. طب من ووتر لايس؟ فريزنج. طيب يبقى ال اللي هنا هسميها ليتنت هيت اوف مين؟ ميلتنج. انما ال اللي هنا هسميها ليتنت هيت اوف مين؟ نرد فريزنج. طيب ال اللي هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ عندي تلج عايز اخليه ميه، يبقى هجين انرجي ولا لوس انرجي؟ again energy. يبقى هنا بوزيتيف، ال L هنا نيجاتيف لان انا هلوس انرجي. طب التي هنا هتبقى ايه اشارتها؟ دايمًا بوزيتيف في الاثنين. هنا في الاثنين بوزيتيف. طيب الدلتا في بقى هنا الحجم كده من ايس لووتر زاد ولا قل؟ من ايس لووتر قل. زاد. قل. مين اللي قل زاد؟ مين اللي قال زاد؟ يا ابني قول ما تخافش، مين اللي قال زاد؟ دلتا في هتبقى ايه؟ من ايس لووتر احنا قلنا دايما السوليد اكبر من حجم السوليد اصغر من حجم الليكويد، ما عدا في الميه حجم السوليد هو اكبر من حجم الليكويد، تمام؟ فهنا الدلتا في هتبقى بالبوزيتيف، سوري بالنيجاتيف. طيب يبقى هنا، طب الدلتا في هنا الحجم زاد ولا قل؟ زاد. الحجم زاد، يبقى هنا دبل بوزيتيف. طيب تعالى كده نطبق معادله كاليبريم، دي بي على دي تي ايكوال بوزيتيف اللي هي ال ال على تي في دلتا في، بوزيتيف في نيجاتيف بنيجاتيف، بوزيتيف على نيجاتيف هتبقى نيجاتيف. يبقى وي كان ابلاي ولا وي كانت ابلاي؟ We can't apply. طيب هنا ادي الدي بي على الدي تي برضو، ادي دلتا في على تي في دلتا في، اللي ال على تي في دلتا في، فدي هتطلع بالنيجاتيف. يبقى هنا اذا we can't apply equilibrium equation. يبقى انا هنا برضو ما اقدرش اطبق معادلة مين؟ يبقى انا هنا ما اقدرش اطبق معادلة equilibrium. يبقى هنا we can't apply equilibrium equation.
خلاص يبقى هنا we can apply Clapeyron equation، إنما هنا we can't apply Clapeyron mean equation. خلاص حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ تمام. يبقى باشمهندسين يبقى هنا يبقى الدي بي على الدي تي هتطلع بوزيتيف فور اول فيز ترانسفورميشن. تمام. اكسبت عمليتين بس، ايه هما العمليتين؟ يا اما الفريزنج والميلتنج بتوع الايس والووتر، الفريزنج اوف ووتر، يا اما الميلتنج بتاع الايس. خلاص يا اما الفريزنج بتاع الووتر يا اما مين، يا اما الميلتنج بتاع الايس. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد عنده مشكله؟ تمام يا دكتور. تمام. يبقى ما عدا الفريزنج بتاع الووتر والميلتنج بتاع مين، بتاع الايس. طب السؤال هنا يجي لي ازاي يا باشمهندسين؟ السؤال يجي لي ازاي؟ يقول لي what، يبقى ملخص اللي احنا قلناه الاول باشمهندسين، لو انا بحول الماده من سوليد لليكويد لجاز، من سوليد لليكويد اسمها ايه يا باشمهندسين؟ ملتنج. من ليكويد لجاز اسمها ايه؟ evaporation. طيب من سوليد جاز اسمها ايه؟ sublimation. اسمها ايه؟ sublimation. sublimation اسمها sublimation. طيب اسمها ايه يا باشمهندسين؟ اسمها سبليميشن. تمام. يبقى دي كده اسمها سبليميشن. طيب لو انا ماشي العكس كده من ليكويد لسوليد، العمليه دي اسميها ايه؟ فريزنج. سميها فريزنج. طيب لو انا ماشي من جاز لليكويد، سميها كوندنسيشن. طيب لو انا ماشي من جاز لسوليد، سبليميشن برضو. من جاز لسوليد انا لسه ايه؟ ديبوزيشن. تمام. يبقى من جاز لسوليد اسمها ديبوزيشن. دي كده اسمها دي بوزيشن. طيب باشمهندسين حد يقدر يقول لي وانا ماشي كده في الاتجاه ده اللي هتبقى اشارتها ايه؟ وانا ماشي في الاتجاه ده اللي هتبقى اشارتها ايه؟ بوزيتيف. 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 طب والفوليوم؟ بوزيتيف. بوزيتيف. طب وانا ماشي العكس اللي هتبقى اشارتها ايه؟ نيجاتيف. طيب تبقى نيجاتيف والدلتا فيها تبقى ايه؟ نيجاتيف برضه. خلاص تمام. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب باشمهندسين يبقى عملية الميلتنج
عملية الميلتينج عملية الميلتينج والإيفابوريشن والكوندنسي والسبليميشن. العملية دي كده أبزورب هيت ولا إيفولف هيت؟ أبزورب هيت. خلي بالكوا لأن الحاجات دي بتيجي في الإم سي كيو، فده كده يبقى شرط بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. طيب يبقى ده كده هيبقى بوزيتيف. تمام. طيب عكس الميلتنج ايه يا باشمهندسين؟ فريزنج. وعكس الايفابوريشن ايه؟ كوندنسيشن. وعكس السبليميشن ايه؟ ديبوزيشن. تمام. فكده ده ايفولف هيت. تمام. فده كده هيبقى بمين؟ فده كده هيبقى بي النيجاتيف. طيب السؤال هنا يجي لي ازاي؟ السؤال هنا يجي لي ازاي؟ يجي يقول لي ايه؟ What is the sign? What is the sign? What is the sign of dB على dt in each of the following cases? حد يقدر يجاوب لي السؤال ده قبل ما اكتب ايه اشاره ال دي بي على دي تي في كل الحالات، في الحالات اللي جايه دي هتبقى ايه الاشاره يا باشمهندسين؟ هو كله بوزيتيف ما عدا الايس للووتر او ووتر للايس. كله بوزيتيف ما عدا مين؟ الايس للووتر او ووتر للايس. طيب يبقى من غير ما افكر لو جيت قلت لك اول حاجه مثلا عايز اعمل كوندنسيشن اوف كلوروفورم، الشرط الدي بي على دي تي هتطلع بايه؟ على طول بوزيتيف من غير ما افكر. خلاص من غير ما افكر. طيب لو جيت قلت ايه؟ لو جيت قلت مثلا عايز اعمل ايفابوريشن، لا عايز اعمل مثلا سبليميشن اوف ايودين، ايه الاشاره؟ بوزيتيف برضو. طالما لا فريزنج اوف ووتر ولا ميلتنج اوف ايس، طالما مش الجملتين دول يبقى بوزيتيف. طيب افرض جيت قلت لك فريزنج اوف ووتر، يبقى ايه شرط الدي بي على دي تي؟ نيجاتيف. طيب لو جيت قلت لك ميلتنج اوف ايودين، فكده الدي بي على الدي تي تبقى بوزيتيف. طيب افرض جيت قلت لك ميلتنج اوف ايس، هتبقى نيجاتيف. طب افرض جيت قلت لك ايفابوريشن اوف ووتر، دي برضو بوزيتيف. دي بي على دي تي تبقى بوزيتيف. طيب لو عايز اعمل بروف للكلام ده، فين دنيا؟ دنيا اثبتي لي كده ان كده تمام، اثبتي لي ان الدي بي على دي تي بوزيتيف. بروف ان الدي بي على الدي تي بوزيتيف
in case of condensation of chloroform. اثبتي لي الكلام ده. تعملي ايه؟ طيب اجيب ال يعني هنعمل زي احنا كنا بنعمل اجيب ال ال والاسفل دي وكده يعني. ماشي. دي كوندنسيشن. تمام هي كوندنسيشن. ال ال الاول حول الماده من جاز لايه؟ ليكويد. طيب ال ال هتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تبقى نيجاتيف. تمام ليتد هيت اوف كوندنسيشن ال ال نيجاتيف. طب التي تي بوزيتيف. الدلتا في نيجاتيف. يبقى الدي بي على دي تي ايكوال ال على تي في دلتا في. ال ال بالنيجاتيف والتي بالنيجاتيف بالبوزيتيف وده بالنيجاتيف ففي الاخر هتطلع بالبوزيتيف. تمام. طيب عايز حد يثبت لي ان الدي بي على دي تي ايكوال نيجاتيف ان كيس اوف ميلتينج اوف ايس. مين يثبتها؟ دكتور اثبت. ايس لووتر latent heat of melting هيبقى بالبوزيتيف. تمام. التمبريتشر هيبقى دايما بالبوزيتيف. تمام. والدلتا في عندنا بالنيجاتيف. ليه؟ عشان من الايس عنده فوليوم اكتر من الووتر. بالظبط. فدي كده هتطلع بالنيجاتيف. ال evaporation دايما حجم الجهاز اكبر. حد عنده مشكله الكلام ده؟ مش هنسين عنده مشكله دكتور؟ الصوت كان بيقطع بس مش عارف ده عندي بس ولا عند كله. الصوت كان بيقطع فعلا. evaporation of water. بقول ال evaporation of water. تمام كده سامعني؟ بقول ان الايفابوريشن اوف ووتر برضه هيطلع بوزيتيف. ليه؟ لان دايما حجم الجاز اكبر من حجم اي حاجه. دايما حجم الجاز اكبر من حجم اي حاجه. حتى في الووتر في اي ماده دايما حجم الجاز اكبر من حجم الليكويد وحجم السوليد. خلاص. حد عنده مشكله؟ لا. تمام تمام باشمهندسين هناخد شويه ديفينيشنز كده. عايز حد يعرف لي يعني ايه latent heat of evaporation؟ فاكرين ال amount of heat energy required to evaporate one mole. one mole. تمام. it is the amount of heat. amount of heat ايه required to evaporate one mole. required to evaporate one mole of A to A of liquid to gas. طيب عايز حد يعرف لي يعني ايه latent heat of condensation. حد يقول لو amount of heat loss amount of heat required عشان condensate one mole. it is the amount of heat type required lost. لا مين اللي قال لي required؟ مين اللي قال كلمة required؟ لا في حد قال required. طيب أنا كاتبها مخصوص عشانك. هو أنا لما باجي أعمل condensation بجين energy ولا loss energy؟
لا بالوس بالوس انرجي. يبقى it is the amount of heat ايه بقى؟ it is the amount of heat ايه؟ lost. evolved okay. او released from ايه بقى؟ condensation of one mole of gas to liquid. فاهمين يا باشمهندسين؟ فاهمين ولا لا؟ ايوه يا دكتور. طيب عايز حد يفهمني او يقول لي معناها ايه كلمه latent heat of sublimation؟ يبقى انا قبل ما اتكلم ابص على العمليه اسمها ايه، هل دي required heat ولا evolved heat؟ مين يعرف؟ evolved heat. يبقى ده it is the amount of heat ايه؟ evolved from sublimation of one mole of solid to gas. طب هو انت من solid لجاز عندك مادة صلبة عايز تحولها لجاز بتجين energy ولا مش evolved؟ مش evolved دي بنجين ايه؟ مش evolved يعني بنجين energy مش بنلوس heat. دكتور هو انا بعتقد ان انا بلوز او بجين انرجي بناء على ايه؟ required to change one mole of solid to gas. It is the amount of heat required to change one mole of solid to gas. Sublimate one mole of solid to gas. طيب لو عايز اعرف يعني ايه وانا مش فاهم بس الحته بتاعت الايفولفد والريكوايرد. طيب انت دلوقتي في عمليه ميلتنج اهو النوت اللي احنا بنها فوق النوت قصد حضرتك بيقطع بس دكتور عشوب بيقطع جامد كده. سمعيني مش هنسين. تمام. في عملية الميلتنج والإيفابوريشن والسبليميشن البشمهندس اللي كان بيقول لي مش فاهم فين معايا؟ كده ده بيجين انرجي ولا بلوس انرجي؟ هو انت بعد ده كله جاي تقول لي لوس انرجي؟ انا متلخبط تام الاول بصراحه مش فاهم. باشمهندس انت عندك ماده عايز تسيحها ملت تخيل كده ماده عايز تسيحها هتجين انرجي ولا لوس انرجي؟ تمام هجين انرجي. باشمهندس عندك ميه عايز تبخرها تمام هجين انرجي. عندك مادة سوليد عايز تحولها لبخار هتجين انرجي ولا تلوس انرجي؟ هتجين انرجي معايا؟ يبقى ريكوايرد. طب العكس فريزنج عندي مية وعايز اجمدها او كوندنسيشن تبخير او ديبوزيشن فده كده ايفولفت. فهمت يا باشمهندس؟ تمام. طيب انت برضه اسمك ايه؟ عمر. عمر عايزك تعرف لي يعني ايه latent يعني ايه latent heat يعني ايه latent heat
وفريزنج يا عمر. تبقى it's amount of heat. قول يا عمر. اه it is amount of heat evolved. ايه evolved. evolved جدع فهمتها كده يا عمر. تمام it is amount of heat evolved from freezing. from mean freeze. of ايه one mole. of one mole. from mean to mean liquid to mean solid. عرفت يا باشمهندسين معايا؟ تمام. طيب لو في جيت قلت لك ايه مثلا مسألة زي كده مسألة زي كده جيت قلت لك هو صوت بيقطع. دكتور صوت بيقطع كل شوية يعني يرجع يشتغل تمام بعد كده يقطع تاني. لو جيت طيب معلش يعني انا اصلا بديها الكليه كمان يعني المفروض نت الكليه اقوى حاجه. طب انتوا كده ايه تمام مش هنسين؟ يا دكتور. تمام. طيب عايزين نحل المساله دي. بيقول لك ايه the molar heat of sublimation and fusion of iodine are 62.3 كيلو جول برمول and 15.3 كيلو جول برمول respectively. خلاص the molar heat of sublimation and diffusion of iodine are 62.3 and 15.3 كيلو جول برمول respectively. calculate the molar heat of vaporization of liquid iodine. The molar heat of sublimation of and diffusion of iodine are كذا and كذا. هو مديني المولر هيت اوف فيوجن ومديني المولر هيت اوف فابورايزيشن او اوف فيوجن سبليميشن وفيوجن. يبقى هو مديني المولر هيت اوف سبليميشن كانت ب 62.3 كيلو جول بالمول ومديني المولر هيت بتاعه الفيوجن بكام؟ ب 15.3. هو عايز يحسب مين؟ عايز يحسب الفابورايزيشن. اعملها ازاي يا باشمهندسين؟ اعملها ازاي؟ حد يقدر يقول لي؟ الكبير ناقص الصغير يعني 63.3 ناقص 15.3 مش هنسين سمعني؟ ايوه دكتور. طيب انا دلوقتي هو مديني السبليميشن
ومديني الفابورايزيشن او مديني السبليميشن ومديني. عايز احسب الفابورايزيشن احسبها ازاي؟ فانسين الكبير ناقص الصغير يا دكتور يعني 62.3 ماينس 15.3. طب هو انتوا سامعيني اصلا ولا لا؟ لان انا عمال اقول انتوا سامعيني ولا لا، ما حدش بيرد. صوت حد الصوت بيقطع يا دكتور. الصوت بيقطع يا دكتور، يعني نسمع كل شويه. طيب انا دلوقتي لو بحول الماده بتاعتي من سوليد لليكويد لجاز اهو، حول الماده من سوليد لليكويد لجاز، هو بيقول لي ان السبليميشن ب 62.3. السبليميشن ده من فين لفين يا باشمهندسين؟ سوليد للجاز. سوليد للجاز. ده سبليميشن ب 2.3. طيب الفيوجن، الفيوجن من فين لفين؟ من سوليد لليكويد. سوليد لليكويد بكام؟ 15.3. طب لو انا عايز اجيب من ليكويد لجاز الفابورايزيشن احسبها ازاي بقى؟ ماينس. تمام، يبقى المولر هيت اوف فابورايزيشن او المولر هيت اوف سبليميشن ايكوال مين بقى؟ ايكوال الفابورايزيشن بلس الف. يبقى الرقم ده كله لانه شامل العملية كلها، يبقى السبليميشن 62 الفابورايزيشن بلس 15.3. يبقى المولر هيت اوف فابورايزيشن هتساوي كام؟ هتساوي 47 كيلو جول بير مول. خلاص، حد عنده الكلام ده؟ تمام تمام يا دكتور. تمام تمام. دلوقتي هنبتدي نخش ناخد الفيز دايجرام. طيب هنبتدي ناخد مع بعض الفيز دايجرام. الفيز دايجرام باشمهندسين، الفيز دايجرام ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان عند اي ضغط واي درجة حرارة اقدر اعرف المادة موجودة في انهي حالة. يبقى الفيز دايجرام ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن عند أي ضغط وأي درجة حرارة أقدر أعرف المادة موجودة في أنهي حالة، هل المادة دي موجودة في صورة سوليد ولا ليكويد ولا جاز ولا إيه بالظبط.
تمام؟ يبقى الفيز دياجرام وظيفته ايه؟ ان عند اي ضغط واي درجة حرارة هقدر اعرف المادة موجودة في انهي حالة. طيب عشان نرسم الفيز دياجرام هنقسمه الاول كده مع بعض لثلاث حاجات. اول حاجة الفيبر بريشر كيرف. الفيبر بريشر كيرف طبعا الفيز دياجرام ده في فيز دياجرام خاص بكل مادة، تمام؟ الكلام ده احنا رسمناه اكسبيرمنتال عملي، يبقى في فيز دياجرام خاص بكل مادة. الكلام ده اترسم ازاي؟ الكلام ده اترسم اكسبيرمنتال عملي. خلاص طيب هنا هرسم علاقه ما بين البريشر والتمبريتشر. طيب باشمهندسين الفيبر بريشر ده بيبقى عباره عن علاقه ما بين انهي فيز او ما بين انهي ستيت. الفيبر بريشر بيظهر امتى ما بين مين ومين؟ ليكويد وجاز. ليكويد وجاز ليكويد وجاز كان ده عملي. طيب في المنطقة اللي فوق دي أنا عندي ليكويد وهنا أنا عندي جاز. إيه وظيفة الفيز دياجرام؟ طبعا في فيز دياجرام خاص بكل مادة، إحنا هنمسك الفيز دياجرام نرسمه حتة حتة. وظيفة الفيز دياجرام إيه؟ إن أنا بدل ما أجي أعمل الكلام ده عملي، مثلا جيت قلت لك إيه السي أو 2 عند ماينس 30 درجة و 52 أتموسفير، أنا عايزك تقول لي الفيز دياجرام ده هيبقى موجود في أنهي حالة؟ أعمل إيه؟ باجي على الفيز دياجرام الخاص بالمادة واجي مثلا عند ماينس 30 درجة وليكن هنا، واجي عند 52 اتموسفير وليكن هنا، اي حاجة يعني اي ارقام، اجي اعمل ايه؟ اجي امشي كده تمام واطلع فوق لحد ما يتقابلوا في نقطة. اتقابلوا في منطقة مين؟ الليكويد. اتقابلوا في منطقة مين يا باشمهندسين؟ الليكويد يا دكتور. الليكويد ده معنى صورة ايه؟ صورة ليكويد. تمام، يبقى معنى كلامي ان عند الضغط ده ودرجة الحرارة دي فهمتوها. طب لو جيت قلت لك مثلا انا عند الضغط ده ودرجة الحرارة دي، حد يقدر يقول لي المادة هتبقى موجودة في صورة ايه؟ جاز. تمام، همشي كده واطلع كده، ما يبقى الماده موجوده في صوره جاز. يبقى هي دي فايده الفيز دايجرام، ان عند اي ضغط واي درجه حراره بشوف الماده موجوده في انهي صوره بالظبط. خلاص، يبقى انا لو في المنطقه ايه يبقى الماده موجوده في صوره ايه يا باشمهندسين؟ ردوا ليكويد. تمام، يبقى ايه اكزاست as a liquid. طب ولو في المنطقة بي هنا exist as a gas. طب لو انا هنا على الخط في البوينت سي، انت هنا لمس الليكويد بس، هنا لمس الجاز بس، انما في البوينت سي اللي هو على الخط انت لمس ايه؟ ليكويد جاز. هيبقى في الاثنين هيبقى ميكستشر. يبقى هقول exist as equilibrium between مين ومين؟ equilibrium between مين ومين؟ السوليد سوري الليكويد ومين؟ والجاز. يبقى ده كده equilibrium between مين ومين؟ equilibrium between الليكويد ومين؟ الليكويد والجاز. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ هيا باشمهندسين حد عنده مشكلة؟ تمام يا دكتور. تمام، طيب هسأل سؤال دلوقتي. لو انا جيت من هنا ب 1 اتموسفير ونزلت 1 اتموسفير، لو ده كده سي مثلا ده كان ال 1 اتموسفير، وشديت درجة وشديت خط كده لحد ما قطعت الخط ده ونزلت،
حد يقدر يقول لي درجة الحرارة دي هسميها ايه؟ مش كاتنور إيه؟ بوينت صح كل طالما جاي من 1 اتموسفير يبقى لازم اقول نورمال. طب ده نورمال ايه بقى؟ درجه الحراره دي ما بين الجاز كود اكزيست ان دايناميك اكوليبريم وذ جاز ات سيرتن نورمال بويلينج بوينت. ليه؟ لان البويلينج بوينت اللي هو اللي بيجي من على الخط اللي ما بينه ومين الليكويد جاز. هسال سؤال تاني. الصوت بيقطع دكتور. الصوت بيقطع يا حما، يعني ما سمعناش كويس الحته اللي فاتت خالص. طب انت سامعني ولا لا؟ لسه بيقطع. لسه بيقطع بس عبد واضح بعد كده يقطع جامد في النص ويرجع تاني وكده. انا لسه ما اتكلمتش، انا بحاول اشوف اي كده. ايه كده؟ تمام. كده تمام يا باشمهندسين ولا لسه؟ هو دلوقتي كده احسن يا دكتور. باشمهندسين احسن يا دكتور. ايوه دكتور لسه قطع. شون سين سامعني كده ولا لا؟ دكتور كده احسن. يبقى ده يا باشمهندسين النقطة دي هسميها ايه؟ قلنا النقطة دي هسميها ايه؟ النورمال بويلينج بوينت. ليه النورمال بويلينج بوينت؟ ليه النورمال؟ عشان جاية من 1 اتموسفير. طب لو انا جيت من هنا ونزلت، حد يقدر يقول لي البوينت دي هسميها ايه؟ درجة الحرارة دي مش من عند ال 1 هسميها ايه؟ بويلينج بوينت بس. هسميها بويلينج بوينت بس. ليه بويلينج بوينت بس؟ لانها مش جايه من عند ال 1 اتموسفير. خلاص تمام. طيب لو جيت من هنا يا باشمهندسين ونزلت، شايفين اخر درجه حراره دي؟ شايفين اخر درجه حراره دي؟ اخر درجه حراره دي بسميها الكريتيكال تمبريتشر الاي دي. بسميها بريتشر. هي فاكر فين؟ نرد فرانسين سامعني؟ صوت بيقطع تاني ثانية واحدة. شانسين سامعني؟
باشمهندسين. ايوه تمام يا دكتور كده تمام. طيب قلنا النقطة ايه اللي هي في الاخر دي اسمها ايه يا باشمهندسين؟ الكريتيكال تمبريتشر. خلاص ايه هي الكريتيكال تمبريتشر؟ ايه هي؟ ايه هي؟ بيقول لي it is the highest temperature، هي اعلى درجة حرارة. it is the highest temperature، هي اعلى درجة حرارة. at which، اعلى درجة حرارة اللي عندها ايه يا باشمهندسين؟ at which، مش هنا دي اعلى درجة حرارة ينفع احول عندها من جاز لليكويد؟ مش دي اعلى درجة حرارة على الكيرف؟ صح باشمهندسين؟ ايوه يا دكتور ممكن نعمل الكوفيكيشن. بالظبط هي اعلى درجة حرارة ينفع احول عندها من جاز لليكويد، لان انا فوق ما اعرفش في ايه بالظبط. طبعا في حاجة اسمها سوبر كريتيكال فلويد بس دي مش عليه. خلاص يبقى it is the highest temperature at which we can او the gas can be liquefied. خلاص it is liquefied. خلاص على درجة حرارة ينفع نضيف هنا قلنا هنشوف ايه. طيب يا دكتور هل ده معناه ان كده كل الجاز بقى شوف يا باشمهندسين عيني دكتور السلطة عمال بيقطع تاني يعني انا والله بديه من الكليه باشمهندسين سامعيني كده يا دكتور طيب يبقى عند البوينت ايه عند البوينت ايه قلنا الماده موجوده في صوره ايه ليكويد ليكويد وعند البوينت بي الماده موجوده في صوره ايه جاز جاز طيب وعند البوينت سي الماده موجوده في صوره ايه ليكويد وجاز الماده موجوده في صوره ليكويد وجاز طيب الماده موجوده في صوره ليكويد وجاز طيب قلنا البوينت دي اسمها ايه يا باشمهندسين؟ يا ريت نرد نورمال بويلنج بوينت طب ليه سميناها النورمال بويلنج بوينت؟ عشان هي عند 1 اتموسفير كان جاي من 1 اتموسفير اخر بوينت على الكيرف اسمها ايه؟ كريتيكال تمبريتشر طيب بعد كده هنخش على الفريزنج بوينت كيرف او الميلتنج بوينت كيرف فريزنج بوينت كيرف او الميلتنج بوينت كيرف ده هيبقى علاقه ما بين مين ومين يا باشمهندسين الفريزنج او الميلتنج هو هو نفس الكيرف هيبقى علاقه ما بين مين ومين ليكويد والسوليد السوليد والليكويد خلاص فلو جيت رسمت الكيرف ده هيبقى بالمنظر ده اهو خلاص ادي السوليد وادي الليكويد بريشر وتمبريتشر احنا قلنا الهدف ان عند اي بريشر واي تمبريتشر عايز اعرف الماده موجوده في صوره ايه لو انا جيت قلت يا باشمهندسين ان انا عند البريشر ده والتمبريتشر ده فالاثنين اتقطعوا في نقطه ايه حد يقدر يقول لي كده الماده هتبقى موجوده في صوره ايه سوليد طب وعند البوينت بي الماده موجوده في صوره ايه ليكويد طب وعند سي سوليد وليكويد از ايكوليبريم بتوين السوليد والليكويد طيب لو انا جيت من عند 1 اتموسفير ونزلت اهو 1 اتموسفير ونزلت كده تمام
حد يقدر يقول لي درجة الحرارة دي هسميها ايه؟ نورمال فريزنج. طالما جاي من 1 يبقى نورمال. نورمال ايه بقى؟ فريزنج بوينت. نورمال فريزنج بوينت ليه؟ فريزنج لانها على الكيرف اللي ما بين السوليد والليكويد. ممكن اسميها نورمال فريزنج بوينت وممكن اسميها برضو نورمال ميلتينج بوينت. تمام. طيب الكيرف اللي بعده اللي هو السبليميشن بوينت كيرف. سبليميشن بوينت كيرف. طيب ده هيبقى ما بين مين ومين يا باشمهندسين؟ او الديبوزيشن بوينت كيرف ده هيبقى ما بين مين ومين؟ سوليد والجاز. سوليد والجاز. فلو جيت رسمت هيطلع عندي بالمنظر ده بريشر وتمبريتشر. خلاص هنا ما بين السوليد والجاز فهيطلع كده. يبقى هنا سوليد وهنا جاز. طيب في المنطقة دي المادة هتبقى موجودة في صورة ايه يا باشمهندسين؟ قولوا سوليد اكزيست اس. طب انتوا فاهمين ولا لا يا باشمهندسين؟ اه فاهمين يا دكتور. طيب وعندي بي اكزيست اس مين؟ جاز. از اجاز. طيب وعندي سي الكوليبريم ما بين السوليد والجاز. الكوليبريم ما بين السوليد والجاز. تمام دي اكزيست از الكوليبريم بين السوليد والجاز. طيب لو جيت من هنا 1 اتموسفير ونزلت حد يقدر يقول لي دي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها ايه؟ نورمال سبليميشن بوينت. نورمال سبليميشن بوينت. طب لو جيت من عند اي بريشر تاني غير ال1 اتموسفير ونزلت هسميها ايه؟ سبليميشن بوينت. سبليميشن بوينت بس. طيب نركز الفيز دايجرام معايا. الفيز دايجرام ما بيبقاش كده بس. امال الفيز دايجرام بيبقى عامل ازاي؟ اللي انا رسمه ده انا رسمه على حتت عشان تعرفوا تفهموه كويس. انما الفيز دايجرام لو جيت جمعت الكيرفات دي كلها مع بعضها ورسمت علاقه هو ما بين البريشر والتمبريتشر. تعال نشوف كده. شايفين الكيرف اللي ما بين السوليد والجاز ده كان مكانه فين؟ كان مكانه فين؟ تحت كده صح؟ تمام يا باشمهندسين؟ باشمهندسين الصوت بيقطع ولا تمام؟ لا تمام. طيب تعالوا على اول كيرف اللي هو ما بين الليكويد والجاز. شايفين مكانه فين يا باشمهندسين؟ مكانه فين؟ مكانه فوق على اليمين صح؟ اهو. ليكويد وجاز. الكيرف اللي بعديه كان ما بين السوليد والليكويد كان مكانه في النص اهو. ما بين السوليد والليكويد. الكيرف اللي بعديه كان ما بين السوليد والجاز اللي هو كان مكانه تحت ده اللي هو السوليد والجاز. هو ده كده الفيز دايجرام يا باشمهندس. ده طبعا بيختلف من ماده لماده تانية. ده طبعا ابسط حاجه للفيز دايجرام. في مشكله باشمهندسين؟ هقول لكم اشاور لكم وتقولوا لي الكيرف ده اسمه ايه. الاي بي كيرف. الكيرف ده اسمه ايه يا باشمهندسين؟ سوليد وليكويد سبليميشن. سبليميشن بوينت كيرف. طيب الاي والسي اسمه ايه؟ ايفابوريشن فيبر بريشر كيرف. اسمه فيبر بريشر كيرف. طيب الاي والدي اسمه ايه؟
فريزنج بوينت اسمه الفريزنج بوينت كيرف. يبقى السبليميشن بوينت كيرف سبليميشن بوينت كيرف وفريزنج بوينت كيرف وفيبر بريشر كيرف. طيب حد يقدر يقول لي هنا الماده موجوده في صوره ايه؟ سوليد. وهنا ليكويد. ليكويد. وهنا جاز. وهنا الكوليبريم ما بين السوليد والليكويد. وهنا الكوليبريم ما بين السوليد جاز. وهنا الكوليبريم ما بين الليكويد والجاز. الكوليبريم ما بين الليكويد والجاز. طب حد يقدر يقول لي عند البوينت ايه شايفين ايه؟ حد يقدر يقول لي عند البوينت ايه الكوليبريم ما بين الثري فيزز؟ الكوليبريم بتوين ثري فيزز الثري فيزز. تمام الكوليبريم بتوين مين ومين؟ الكوليبريم بتوين الثري فيزز. تمام اهو يبقى ده سوليد وليكويد وجاز. يبقى عند البوينت ايه بسميها التريبل بوينت. يبقى البوينت ايه دي يا باشمهندسين بسميها ايه؟ بسميها التريبل بوينت. التريبل بوينت دي هي عبارة عن equilibrium او it is a point on diagram at which equilibrium at which equilibrium between three faces اللي هم مين؟ وانا ممكن دكتور معلش وانا ممكن اقول ان الاي دي هي الكريتيكال تمبريتشر بتاعت الفيبر بريشر. هو ما فيش غير كريتيكال تمبريتشر اخر بوينت على الكيرف اللي هي هنا. تمام فين معلش فين؟ تمام اللي هي الناحيه دي. تمام طيب هو ما فيش كريتيكال تمبريتشر طبعا غير في حاله الكيرف اللي ما بين الليكويد والجاز بس. يعني ما فيش كريتيكال تمبريتشر غير في حاله الكيرف اللي ما بين مين ومين؟ الليكويد والجاز بس. ما فيش حاجه اسمها كريتيكال تمبريتشر ما بين السوليد والليكويد لان الكريتيكال تمبريتشر معناها الليكويفاكشن بتاع الجاز. الليكويفاكشن بتاع الجاز يعني علاقه ما بين الليكويد والجاز بس. طيب باشمهندسين يبقى it is a point on diagram at which equilibrium between three phases. طيب لو انا جيت من عند 1 اتموسفير كده باشمهندسين شديت خط وهنا كده نزلت، حد يقدر يقول لي كده لو انا نزلت من هنا درجه الحراره دي هتبقى عباره عن ايه؟ دي نورمال ميلتنج او فريزنج. نورمال فريزنج بوينت. تمام او نورمال ميلتنج بوينت. طب دي نورمال كوندنسيشن او ايفابوريشن بوينت؟ لا نورمال بويلينج بوينت اسمها النورمال بويلينج بوينت. شايف خلاص اسمها النورمال بويلينج بوينت. طب دي اللي هي اخر بوينت على الكيرف هو الكريتيكال تمبريتشر اللي هي الكريتيكال تمبريتشر. في مشكله في الكلام ده؟ تمام حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تمام يا دكتور. تمام طيب باشمهندسين دلوقتي عايزين نقارن ما بين تو فيز دايجرام. عايزين نقارن ما بين تو فيز دايجرام. ايه هما التو فيز دايجرام اللي احنا عايزين نقارن ما بينهم؟ عايزين نقارن ما بين الفيز دايجرام بتاع الميه والفيز دايجرام بتاع السي او 2. يبقى دول اللي علينا. بص compare between دكتور ممكن اسال معلش اتفضل. هو كده الكيرف اللي فات ده لو كان لو كان حاجه لواحد اتموسفير ممكن ما يخبطش في واحد من الثلاثه مش كده؟ اه طبعا. اي ما هو لو خبط في البويلنج والفريزنج
مش هيقبل، مش هيخبط في السبليميشن. وممكن يكون مفيش نورما سبليميشن بوينت، ممكن يبقى سبليميشن بوينت بس. تمام. compare between the phase diagram of water والphase diagram بتاع CO2. طيب باشمهندسين، الفيز دياجرام بيبقى عامل كده، اي فيز دياجرام بيبقى فيه كده. المشكله كلها عندي بتبقى في الكيرف اللي في النص. في حاله الميه بيبقى اتجاهه كده، حاله الميه بيبقى اتجاهه كده. اي ماده تانية غير الميه بيبقى اتجاهه كده. طبعا الايودين بيبقى فيه اكسبشن او سبيشال كيس، الايودين ده بيبقى طالع فوق ابورد، يبقى في حاله الميه الفريزنج بوينت كيرف مايل ناحيه اليمين، وهنا مايل ناحيه مين؟ سوري، في حاله الميه مايل ناحيه الشمال، انما في حاله السي او 2 مايل ناحيه اليمين. تمام. طيب عايزين هنا ده سوليد وهنا ليكويد وهنا جاز، هنا ده سوليد وده ليكويد وده جاز. طيب باشمهندسين، حد يقدر يطلع لي الفروقات ما بين الكيرفات دي وبعضها؟ طيب التريبل بوينت هنا عند 0.00611 اتموسفير، وعند اهي عند 0.00611 اتموسفير، وعند هنا 0.0075 ديجري سيلسيوس. التريبل بوينت هنا عند 5.1 اتموسفير، وعند -57.5 او 56.7 ديجري سيلسيوس، مش هتفرق كتير. خلاص. الووتر ده بسميه الايس اسم تاني، انما السي او 2 ليه اسم تاني بسميه دراي ايس. يبقى لما اجي اقول لك دراي ايس يبقى انا كده قصدي على مين؟ قصدي على السي او 2. لما اجي اقول لك ايس يبقى انا كده قصدي على مين؟ على الووتر. يبقى الايس انا قصدي فيه على الووتر، انما الدراي ايس انا قصدي فيه على مين؟ قصدي فيه على السي او 2. نركز يا باشمهندسين، حد يقدر يطلع لي الاختلافات ما بين الكيرفين دول؟ اول اختلاف هيبقى فين؟ شايفينه اول اختلاف؟ سامعيني؟ اول اختلاف ماشي قبل ده التريبل بوينت، وده اختلاف مهم جدا، التريبل بوينت. طيب التريبل بوينت هنا عند كام؟ عند 0.00611 اتموسفير، وعند 0.0075 ديجري سيلسيوس. انما التريبل بوينت بتاعت السي او 2 او الدراي ايس عند كام؟ عند 5.1 اتموسفير، وعند -57.5 ديجري سيلسيوس. ده اول اختلاف. طيب تاني اختلاف، واختلاف مهم، حد يقدر يقول لي هنا عند 1 اتموسفير في حاله الميه اقدر اشوف الماده في صوره كام حاجه؟ عند ال1 اتموسفير في حاله الميه اقدر اشوف الميه في كام حاله؟ تعال نشوف. هي دي درجه الحراره. الضغط هنا كام يا باشمهندسين؟ ده الضغط ده كام؟ 0.00611. يبقى بالظبط، يبقى ال1 اتموسفير فوقيه ولا تحتيه؟ فوقيه. فوقيه، وليكن هنا ال1 اتموسفير.
اهو وليكن هنا ده كده الوان اتموسفير. تعالى كده نمشي عند وان اتموسفير، انا عايز اشوف المية اقدر اشوفها بكام حالة. لو مشيت كده انا عديت بكام حالة للمية مع زيادة درجة الحرارة؟ ثلاثة سوليد والليكويد ومين والجاز. يبقى هنا at one atmosphere water can exist as a solid وليكويد ومين نكمل وايه وجاز يا دكتور يبقى هنا اقدر اشوفها في صورة solid appear. اهو يبقى at one atmosphere طيب اهو يا باشمهندسين يبقى ده كده عند الوان اتموسفير اقدر اشوف الميه از سوليد وليكويد وجاز. طب حد يقدر يقول لي هنا في السي او 2 عند الوان اتموسفير اقدر اشوف الميه اقدر اشوف السي او 2 في كام حاله؟ ردوا اثنين لان الوان دي 5.1 فالوان اتموسفير هنا فانا لو مشيت كده هشوف الماده في صوره سوليد وجاز بس كان اكزيست از ا سوليد وجاز اونلي ما ينفعش اشوفها في صوره الووتر. طيب تالت اختلاف شايفينه فين يا باشمهندسين؟ تالت اختلاف الفريزنج بوينت كيرف زي ما انت قلتوا صح؟ freezing point curve هنا الفريزنج بوينت كيرف سلنت تو ايه مايل ناحيه ايه ردوا السوليد اكتر مايل ناحيه الشمال انما هنا الفريزنج بوينت كيرف مايل ناحيه مين اليمين هو عامه هو مايل ناحيه الشمال في حاله الميه بس اي ماده ثانيه مايل ناحيه اليمين الايودين طالع لفوق ملناش دعوه بالايودين يبقى احنا دلوقتي لينا دعوه بالميه مايله ناحيه الشمال اي ماده ثانيه غير الميه مايله ناحيه اليمين حد يقدر يقول لي ليه ايه السبب ايه السبب لان في الميه ايه علاقه الدي بي بالدي تي بسرعة نيجاتيف صح فكل ما بريشر تزيد درجة الحرارة يحصل لها ايه يحصل لها ايه تقل اهو شايفين ادي البريشر زاد شايفين درجة الحرارة بيحصل لها ايه تحت بتقل ولا لا اهو يبقى انا كده البريشر بيزيد اهو فالفريزنج بوينت كيرف درجة الحرارة بتقل إنما هنا بص كده العكس البريشر بيزيد اهو لفوق يبقى درجة الحرارة بيحصل لها معاها ايه بتزيد وصلت يا باشمهندسين باشمهندسين سامعيني اهو دي بي على دي تي بوزيتيف العلاقة طردية اهو كل هنا ما الضغط زاد الفريزنج بوينت قلت هنا كل ما الضغط زاد الفريزنج بوينت زادت طب السبب التاني ايه هو هي فين التريبل بوينت هنا يا باشمهندسين فين في الميه مش هي دي صح طب فين الفريزنج بوينت مش اي نقطه على الكيرف ده صح يبقى هنا السبب التاني ان التريبل بوينت اكبر من الفريزنج بوينت انما تعالى كده في حاله السي او 2 فين التريبل بوينت ادي التريبل بوينت
فين الفريزنج بوينت؟ ادي الفريزنج بوينت. فهنا السبب الثاني ان التريبل بوينت اصغر من الفريزنج بوينت، يبقى ليه ده لما يجي يقول لي ده ليه سلنت تو ليفت؟ لسببين، لان الدي بي على الدي تي نيجاتيف، التريبل بوينت اكبر من الفريزنج بوينت، انما هنا الدي بي على الدي تي بوزيتيف والتريبل بوينت اصغر من الفريزنج بوينت. طيب رابع حاجه زي ما قلنا كانت ايه؟ as the pressure increase الفريزنج بوينت كان بيحصل لها ايه يا باشمهندسين؟ ردوا بتقل، بتقل، لان العلاقه ما بين الدي بي على الدي تي بالنيجاتيف. طب هنا باشمهندسين انتوا معايا ولا تفضوا؟ ما حضرتك تمام، الباقي ما بيردش ليه؟ باشمهندسين معاك يا دكتور، معاك يا دكتور، معاك موجودين يا دكتور. تمام معاك يا دكتور. هنا الفريزنج بوينت انكريز، خلاص يبقى هنا كل ما البريشر بيزيد الفريزنج بوينت بتقل، هنا البريشر بيزيد الفريزنج بوينت بتزيد. طيب لو انا عايز اعرف مين الماده اللي الدنسيتي بتاعتها اعلى، لو انا عايز اعرف مين الماده اللي الدنسيتي بتاعتها اعلى اعمل ايه؟ بصوا انا عايز اعرف هو السوليد ولا الليكويد اعلى، اعمل ايه؟ اجي فوق التريبل بوينت واطلع بسهم. تمام، راس السهم ده يا باشمهندسين موجوده في منطقه مين؟ منطقه مين؟ الليكويد ولا السوليد؟ الليكويد. يبقى هنا الدنسيتي بتاعت الليكويد اكبر من الدنسيتي بتاعت السوليد، لان انا عندي قاعده بتقول لي ايه؟ as the pressure increase above التريبل بوينت the matter goes to more dense phase. تمام، كل ما المادة بتروح فوق التريبل بوينت أو كل ما البريشر بيزيد فوق التريبل بوينت، المادة بتروح للمور دنس فيز. فأنا عشان أعرف مين المور دنس فيز باجي فوق التريبل بوينت وأطلع بسهم، رص السهم في منطقة الليكويد، يبقى أنا أقدر أستفاد من هنا إن الدنستي بتاعت الليكويد أكبر من الدنستي بتاعت السوليد. وفعلا أنت لما بتيجي تشوف في التلج، التلج بتلاقيه عايم على وش المية، صح؟ ليه؟ لان الدنسيتي بتاعت السوليد اقل من الدنسيتي بتاعت الليكويد. طب حد يقدر يقول لي هنا كده الدنسيتي بتاعت السوليد مالها بالنسبه للدنسيتي بتاعت الليكويد؟ هاجي فوق التريبل بوينت واطلع بسهم، راس السهم كده يا باشمهندسين في منطقه مين؟ سوليد. يبقى الدنسيتي بتاعت السوليد اكبر من الدنسيتي بتاعت الليكويد. ده سبب برضو من ضمن الاسباب ليه ده سلنت تو ليفت وليه ده سلنت تو رايت. تمام، طيب حد يقدر يقول لي هنا لما زود البريشر على السوليد ايه اللي هيحصل له بالنسبه للووتر؟ اهو ترجم الكلام اللي انا بقوله ده في الرسمه. لما زود البريشر على السوليد، انا في السوليد اهو، في السوليد اهو، لما زود عليه البريشر ايه اللي هيحصل له؟ هيحصل له ايه لما زود البريشر عليه؟ هيبتدي يتحول لليكويد زي الفل. اهو مش انا زودت البريشر عليه اهو، هيبتدي يتحول لمين؟ لليكويد. انما هنا ادي السوليد اهو، لو زودت البريشر عليه كاني ترجم الكلام ده الاسهم، زودت البريشر عليه اهو، ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، يفضل سوليد، ريمينينج سوليد. يبقى هنا as the pressure increase اهو، as the pressure increase above a solid it change it to liquid. إنما هنا is the pressure increase
above السوليد ده remaining solid. خلاص يا باشمهندسين ده كده هيفضل ايه؟ ده remaining solid. طيب احنا خلصنا بس ايه؟ عايز بس اوريكم حاجة كده ونخرج على طول عشان انا كمان عندي محاضرة تاني دلوقتي وانتوا عندكم محاضرة. طيب باشمهندسين بسرعة بس كده في ثانية واحدة. ده كده علاقة ما بين البريشر والتمبريتشر. A B وده D ودي E وده C وده L. طيب وده 5.1 اتموسفير وده ماينس 57.5 ديجري سلسيوس. انا السكرين عندي ثابتة على نمبر 6 مش عارف ده عندي بس ولا عند كل عندكم كلكم؟ لا لا عندنا كمان برضو ثابتة ما ثابتة يا دكتور. طب كده كده ظهر. طيب باشمهندسين بسرعة كده مع بعض حد يقدر يقول لي البي دي كيرف ده اسمه ايه؟ البي دي كيرف اللي هو الكيرف ده اسمه ايه؟ فيبر بريشر كيرف. تمام طب الفيبر بريشر كيرف ده ended at critical temperature. تمام زي الفل. بيقول لك at one atmosphere it is impossible to find the CO2 as ليكويد. تمام ليه ادي الوان اتموسفير اهو از ليكويد بات ات كان اكزيست از سوليد او غاز. سوليد او غاز. الاي بي كيرف از كولد سبليميشن. سبليميشن بوينت كيرف. سبليميشن. طيب ات بوينت بي هنا point B دي CO2 exist as equilibrium اللي هو ما بين الثلاثة equilibrium between solid و liquid و gas الثلاثة but at area L exist as solid. طب وعند النقطة E exist as gas equilibrium لا equilibrium equilibrium between مين ليكويد انجاز. طيب روحوا بقى الحقوا احضروا محاضرتكم ونبقى ان شاء الله معادنا بعد كده 10:30 باذن الله. خلاص معلش هو الفيز ده كام انا اللي برسمه ولا بيجي لي مرسوم؟ لا هو بيجي لك مرسوم بس انت تبقى عارف بتاع الميه وبتاع السي او 2. لو جالك اي حاجه تانية هيجي لك مرسوم كان زمان بنجيبه لك انت ترسمه بس خلاص لغينا الحته دي من عليكم. تمام شكرا. شكرا دكتور معلش ممكن نطلع بسرعه ثانيه بس للرسمه بتاعه الجرافس دي شايفاها؟ لا هي السكرين لسه واقفه عندي برضو. اهي شايفاها كده؟ اه تمام يا دكتور ثانيه حتى اتندنس نطلع خلاص. اتفضلوا. تمام يا دكتور شكرا خلاص شكرا السلام عليكم.